هلا وصلنا زينب لاخر فقره لليوم. تطلق جمعيه الشباب الطبي حمله بعنوان كلنا معك لمواجهه فيروس كورونا. لنتعرف اكثر عن هالحمله وما تقوم به من نشاطات معنا الدكتور محمود المشرف مدير مركز جمعيه الشباب الطبي والاستاذ هادي السمنه مسؤول عن قسم الاشعه بالجمعيه. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. هلا اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يعني رح نبلش معك دكتور محمود لنحكي عن جمعيه الشباب الطبيه، الهدف من هي الجمعيه وكيف هيك طلعت الفكره؟ تمام. هلا نحن جمعيه اهليه اشرت بعام 2005 بوزاره الشؤون الاجتماعيه. نحن بنقدم خدمات متنوعه بالجانب الانساني والاغاثي. نحن قدرنا نتميز بالمجال الطبي من خلال 8 مراكز طبيه وحوالي 7 كرفانات طبيه، يعني عيادات متنقله باكثر من محافظه. هلا هي الخدمات الطبيه اللي قدرنا نتميز فيها من خلال الجمعيه. نحن يعني صارت جمعيتنا انه يقولوا جمعيه طبيه، هي لا، نحن عندنا خدمات ثانيه بس لانه نحن تميزنا بالمجال الطبي. تمام. خلينا نحكي عن قسم الاشعه، كيف عم يتم الاستفاده منه بالاخص بازمه فيروس كورونا؟ خلينا نحكي وكيف الاقبال عم يكون عليه. قسم الاشعه هو موجود بكافه مراكزنا الموجوده على كافه محافظات، تقريبا 6 محافظات موجودين فيها، موجود على مدار 24 ساعه من قبل جائحة كورونا، بس قدرنا نستفيد من أجهزتنا بجائحة كورونا، نقدر نعمل صور الصدر اللي ممكن يستفيد منها الدكتور عن مريض نقص الأكسجين، مريض الشكوى الصدرية والإنتانات التنفسية. الإقبال عم يكون بعدد كبير، تقريبا عنا كل يوم كل مركز في 70 صورة صدر ليستفيد منها المريض. تمام. يعني هي غالية عم هيك مجانا عم تعمل؟ لا، عم نقدمها نحن بأسعار رمزية. أسعار رمزية مع مراعاة الحالات الصعبة وتقديمها بشكل مجاني كامل. نعم دكتور محمود، يعني بما انه هلا نحن عم نعاني من يمكن فيروس او وباء وللاسف انتشر كثير بسوريا، اليوم انتم كجمعيه طبيه شو دوركم على ارض الواقع؟ شو يمكن المساعدات؟ هلا نحن بامس الحاجه لنكون ايد وحده. صحيح. وخاصه بالخبرات الجديده الشابه الطبيه. هلا نحن من خلال اعداد الاصابات المتزايده اللي صارت بالفتره الاخيره بفيروس كورونا، هلا اطلقنا حمله اسمها كلنا معك. الحمله هي عباره عن 4 اقسام. القسم الاول خصصنا خط ساخن على مدار ال 24 ساعه عم يكون متواجد عليه اطباء مختصين للي يجاوبوا على اي استشاره بخصوص موضوع فيروس كورونا. الرقم هو 0956-444-092. اي حدا بخلال 24 ساعه قادر انه يتصل لياخذ اي استشاره. نعم. بالنسبه للموضوع الثاني هو موضوع المعاينات المجانيه بالنسبه لاي حاله اشتباه بفيروس كورونا. نحن خصصنا كرفانه طبيه بجانب المركز بالنسبه لاي حاله اشتباه لنقدر نقدم استشاره مجانيه، واي اجراء ممكن نحتاجه هو حيكون بسعر رمزي، ومثل ما حكينا بالحالات الصعبه حيكون له شيء تخصصي. تمام. هلا بالنسبه للموضوع الثالث كمان بالحمله، الموضوع الثالث هو فكره الزيارات المنزليه. نحن في مرضى غير قادرين انه يجوا على المركز، فنحن حنطلع لعندهم نقدم لهم الخدمات الطبيه. والفكره الرابعه والاخيره هي موضوع التحاليل المخبريه وصور الاشعه على مدار ال 24 ساعه كمان. خلينا نحكي على نقطة قلتوا انه قلتوا بتطلعوا لعند العالم، شو هي الخدمات الطبية اللي بتقدموها إذا رحتوا على يعني بيوت العالم لمريض محتاج بهالوقت؟ شو هي الخدمات حتى؟ هي خدمات إسعافات أولية، ممكن سيروم، ممكن تركيب قساطر، ممكن أي شيء أولي لأنه هو ما قدر يوصل لعنا. اليوم ممكن حدا خاصة بفترة الحظر كان ما كل مريض قدران يوصل لعنا، ما كل حدا عنده سيارة، أماكن بعيدة، طوابق عالية للمريض اللي مو قدران ينزل، المرضى العجزة. قمنا بحملة تخليك بالبيت وكنا عم نزور كل مريض وقدرنا تقريبا نغطي عدد منيح، كان عددهم تقريبا 546، مو بس كان الطبي حتى توصيل مواد غذائية ودواء، بس كان غالبا هو شيء طبي. تمام. طيب خلينا نحكي اليوم الجمعية فيها متطوعين، يعني نحن عم نلاقي هلأ في همة للشباب مثل كل أزمة بتمر بالبلد، في مثلا من طلاب كلية الطب حابين يقدموا خدماتهم لو أنه هي بسيطة الدراسة، لكن حابين يتطوعوا حتى يساعدوا العالم. عم بيشوفوا يمكن أحبابهم أهلهم قرايبينهم الغالين عليهم يمكن عم يصابوا بالوباء، اليوم كيف فيهم يتواصلوا معكم وكيف فيهم ينتسبوا لعندكم على الجمعية؟ هلا نحن الجمعية فاتحين باب التطوع على مدار العام لأي شخص بكافة الخبرات والاختصاصات، حتى مو بس المجالات الطبية، لأنه عندنا كامل شيء. الأعمار. الأعمار كمان يعني مختلفة، يعني فيك تقول 15 فما فوق، لأي حدا بده حابب يتطوع، حابب يقدم شيء بالنهاية بالعمل التطوعي والإنساني. بالإضافة لهالشيء نحن في عندنا صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة الجمعية الرئيسية على الفيسبوك هي باسم جمعية الشباب الخيرية، موجودة باللغة العربية.
فيهم يتواصلوا فيها مع على بريد الصفحة مع المكتب الإعلامي، وفي عندنا كمان أرقام للتواصل موجودة على الصفحة لأي حدا حابب يتواصل لتقديم مساعدة أو ليأخذ أي شيء بده إياه. خلينا نحكي عن نشاطاتكم، هل كانت ضمن مدينة دمشق ولا بالمحافظات السورية؟ نشاطاتنا كانت تتوزع على تقريبا 6 محافظات موجودة بدمشق وريفة واللاذقية وريف اللاذقية وطرطوس ودير الزور ودرعا، إضافة العيادات المتنقلة الموجودة بريف دمشق اللي هن عددهم 3. تمام. وكيف خلينا نحكي على روح العمل الجماعي، كيف عم تكون، كيف عم بيكون التعاون بالرغم من وجودكم من اكثر بمحافظه، كيف عم بيكون التعاون وروح العمل؟ التعاون بتنسيق تام طبعا ضمن فرق، هي يعني فرق عم تنسق مع بعضها لنقوم نغطي تقريبا 6 محافظات والكرفانات. تمام. ان شاء الله بنقدر نوصل لباقي المحافظات. طب الصعوبات اللي عم تواجهكم وخاصة هلا بهي الفترة، كثير من الكادر الطبي بالمشافي عم تواجهوا صعوبات، يعني حتى لما بده يزور طب اي مريض بالبيت من اللبس او يعني في اجراءات كمان وقائية انتم عم تديروا بالكم فيها. اكيد. شو هي الصعوبات اللي ممكن عم تواجهوها حتى نقدر نوجه نداء للعالم تتساعد معكم؟ هلا نحن اول ما بلشت جائحة كورونا نحن اسسنا لجنة طارئة للمخاطر الأوبئة. هي اللجنة كانت مهمتها تأمن أي شيء بيحتاجه الكادر الطبي لنحمي الكادر الطبي ولنحمي المرضى. تمام. فنحن أملنا الأفرولات الواقية والنظارات الواقية، الجاونات الجراحية والأقنعة الوجهية والكمامات لكادرنا. هذا الشيء كان كتير ضروري بالنسبة للمرضى وبالنسبة للكادر، عنا أنه بالنهاية حماية الكادر لأنه هن خط الدفاع الأول للمركز ولا أي حدا بده يجي لعنا، يعني بالنهاية المركز قائم بكوادره المتطوعين اللي فيه، فنحن ضروري كتير نأمن لهم هذا الشيء. وموضوع الصعوبات والقصص يعني مثل اي شيء صار بالبلد، فكره المواد الطبيه صعوبه تامينها وهيك، بس يعني الحمد لله كله يعني عم بيتيسر شوي شوي. هلا بهالوقت كثير مثلا عم نسمع انه بده مثلا جهاز تنفس، انه نحن مثلا عندنا مريض بالبيت ما قدرنا ناخذه على المشفى او المشفى ما استقبلتنا او بدهم اجهزه تنفس، هل متواجده عندكم؟ نحن متواجد عندنا بكل مراكزنا اجهزه اسطوانات اكسجين، نحن عم نعمل جلسات اكسجين لكافه المرضى مثل ما حكينا من ضمن العياده المتنقله المخصصه لتشخيص المرضى المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا. طبعا هو التشخيص بيعتمد على اكثر من معيار، هي يعني في شيء مقاربات بالنهايه، نحن ما عندنا مسحات مثل ما بتعرفوا. تمام. هي الفكره انه نحن في شيء معايير تشخيصيه، يعني بناخذ له اكسجه، بناخذ له علامات حيويه، ممكن نطلب له صور شعاعيه، ممكن نطلب له تحاليل، هي شغلات مقاربات لتعطينا تشخيص شبه مؤكد ان كان هالشخص مصاب او لا. يعني انه الشخص المصاب اللي عنده مريض بالبيت ناقصه جهاز اكسجين، ناقصه جهاز للتنفس، يعني فيه يتواصل معكم، ممكن انتم تطلعوا لعنده على البيت. هلا فكره او يجي لعندكم. تمام. فكره هلا هو نحن بهي الفتره نحن مأمنينه ضمن مراكزنا، هلا بالمرحله القادمه في مشروع نحن ان شاء الله عم نشتغل عليه لنقدر نصير نأمن اسطوانات اكسجين للمرضى بالمنازل. هي بصراحه بس شوي يعني في كم صعوبه عم تواجهنا فيها، بس عم نأمنها ان شاء الله. ممكن في كثير من الجمعيات كمان التطوعيه اللي هلا عم تقدم اسطوانات اكسجين للعالم، يعني العالم لبعضها بسوريا دائما. أكيد. بالازمات بنلاقي هيك. بالختام مشاريعكم او خططكم المستقبليه، هل في خطط حاطينها هيك ولا بكل مرحله في الى هلا؟ هو اكيد كل مرحله لها شيء، نحن عم نحاول نوصل لفكره انه يعني نقدم الخدمه لكل مريض، لكل محتاج، لكل فقير باي مكان بمحافظات سوريا، بمحافظات الجمهوريه العربيه السوريه. تمام. بدنا كلمة أخيرة لكل حدا عم يتابعنا، كيف ممكن يلي حابب يكون يتطوع معكم، كيف ممكن يتطوع معكم؟ وخلينا نذكر كمان بالخط الساخن 0956634092. الخط الساخن انتم بتردوا عليه 24 ساعة من قبل طبيب مختص. اكيد. خلينا نحكي كلمة أخيرة لكل حدا عم يسمعكم، لكل حدا حابب يتطوع معكم، لكل مريض بحاجة انك انتم تروحوا لعنده بالبيت او هو يجي لعندكم، خلينا نحكي. نحن جاهزين لخدمة أي حدا، بالنهاية نحن حابين نكون قد المسؤولية، وأي شيء بيصير مع أي حدا نحن موجودين مثل ما حكينا 24 ساعة على الخط الساخن، وفيه يتواصلوا معنا على بريد الصفحة كمان إذا في أي شيء تاني غير المجال الطبي حتى. نعم. نحن بنشكر وجودكم، نتمنى لكم كمان الصحة ويعطيكم ألف عافية أنتم وكل الكادر الموجود. الله يعطيكم. الله يعافيكم يا رب. هلا. أكيد بنشكر وجودكم معنا ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم النجاح أكثر وأكثر وأكثر. وأكيد حأرجع أذكر بالخط الساخن 0956634092 لكل يلي حابب يتواصل، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.
شكرا لكم. اما هلا سمر وصلنا لختام صباحنا لليوم، يعني نحن اكيد انا وياك من اول الحلقه عم نقول ان شاء الله العالم تاخذ احتياطاتها، دير بالها على حالها، اللي عنده كبار بالسن، اللي عنده مرضى، اللي عنده اهل حتى عم بيعانوا من امراض مزمنه، بنتمنى انه